احنا دلوقتي على الطريق بتاع محمد بن زايد الجنوبي، وصلنا مسجد الفتح العليم. هتلزم اليمين. مساجد كتيرة. الأحياء اللي هناك ديت اللي هي في منطقة الآر 2 والآر 3. Thank you.
سفر عادي. لا مسجد الشهداء اتنين، كل الاحياء السكنيه ديت الدوله هي اللي بنيها. جميل. بتاعت الدوله هيئه المجتمعات العمرانيه. لسه؟ نعم؟ لسه؟ احنا لسه الكومباوندز قدام شويه. منطقة المال والأعمال اللي هتبني فيها الأبراج أطول برج في أفريقيا في الأريا دي. كمل على طول. يعني البنية الأساسية للشوارع والطرق اتعملت بالفعل. المسافة دلوقتي المباني اللي اوريدي جاهزه دي بس تبع هي تبع هيئه المجتمعات العمرانيه. كان الطرح في الشركات لسه بدات؟ لا، الشركات اللي هو التطوير الكومباوندز اللي بيبقى مقفول على نفسه دوت في الاماكن اللي احنا رايحينها دلوقتي. هيئه المجتمعات لما بتيجي تقسط بتقسط على سنتين ثلاث سنين. ده فندق الماس اللي هناك. احنا دلوقتي داخلين على الكاتدرائية وبداية منطقة الطرح الأول وهو منطقة المستثمرين. ده كله احنا لسه مستمرين على محمد بن زايد، ما عملناش حاجة. بداية الكاتدرائية من هنا، ممكن هناخد الاتجاه اللي جاي دوت كده. اليمين اللي جاي. ده مشروع السالية طلعت مصطفى في الاريا ديت. فتح سيسي.
دي اكبر كاتدرائيه في الشرق الاوسط. احنا لو كملنا كده هنبقى على محور محمد بن زايد وهنكمل مع طلعت مصطفى، بس انا هوري لحضرتك برضو بدايه المشاريع اللي هي تعتبر من الناحيه دي اكسبو سيتي، من الاريا دي كده الاكسبو سيتي. انا قصادي على طول، انا خلصت الكاتدرائيه اهو، هيبقى قصادي المحور المركزي الشارع الموازي لمحمد بن زايد، وقصادي على طول كومباوند اسمه ميد تاون فيلا، ده اللي هو بدأ بيع في اكتوبر في 2017 وحاليا تسليمه خلال السنه الجايه، بيشطبوا في الواجهات. تمام؟ شركة بيتر هوم دي عاملة أربع كومباوندز، أول كومباوند ليها اللي هو الميد تاون فيلا، تمام، وفي الميد تاون سولو اللي هو قصاد كابيتال هايتس، وبعد كده ميد تاون كوندو في الار 7 وميد تاون سكاي. المبنى اللي قصادنا دوت ده اللي هو بتاع الجامعة البريطانية. الارض اللي هي بتاعت صروح، وهنا الارض المعارض. ارجع يعني؟ ارجع كده من يوتيرن وارجع. طول ما انت ماشي كده هتقابلك اراضي كومباوندز. هناك دي بتاعت كاسل، تمام، اللي هي في ظهر الجامعه على طول. ما هو كله يعني خلال يبدا شغل امتى يعني؟ خلال 3 شهور في ديسمبر.
لا هنطلع كده بقى، هنطلع كده بقى. او ممكن تكمل كده، ممكن تكمل كده، تكمل كده في. كابيتال هايتس بتاعت الصفوة، كابيتال هايتس 1 وديت كابيتال هايتس 2 اللي انا قلت لحضرتك عليه، اللي هو الترصيد بتاعه لست سنين مقدم 20% وسعر المتر ب 11400 متشطب. وجنبيه ده البوسكو بقى، دي مصر ايطاليا تمام. هو طبعا انجز كتير يعني، لان هو بايع من بدري. ده كومباوند البوسكو سيتي. دي قطعة الأرض بتاعت تيباروس، دي جمعية. طيب 10 سنين. نعم؟ تملك 10 سنين عمل. ده جولدن يارد بتاع مارسيليا. من عند جولدن يارد بقى في دخلة هنا، الدخلة ديت بتدخلني على الكومباوند اهو. الدخلة ديت يعني اي شارع من الشوارع اللي بتدخلني اتجاه اليمين دوت بتوديني على ناحية حي السفارات. في اماكن انا مش هعرف ادخلها يعني، الموقع نفسه بتاع المشروع من جوه، لان هو ليه مدخل احنا عدينا عليه بس يعني مش مؤهل لسه يعني، مش متثبت زي ده كده تمام. فهي دي تعتبر كده منطقه الكومباوندز خلصت. كل الارض اللي حوالينا دي او اللي وصلنا دي تبع السفاره، واحنا كده شغالين على المحور المركزي برضه. ناخد يوتيرن كده ونرجع. فندق المسا باين من هناك برضو.
ده طريق واصل للعاصمة كلها مرورا بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة كمان. طريق مفتوح. ده محور المركزي تمام. الطريق الثاني بقى اللي هو من ناحية الكاتدرائية الموازي ده محور محمد بن زايد برضه شغال. انا من عنده جولدن يارد بالارض اللي هتقابلني قدام شوية كده مكتوب عليها جولدن يارد في شارع. الشارع ده بيوديني بقى على حي السفارات وزمان. بس الشارع ده مش متفلت مش زي ده يعني. دي القطعة بتاعت بلوفير اللي هي بتاعت الشركة السعودية. احنا المفروض المدخل بتاعنا في الحتة دي. في شارع هنا من الشوارع بيدخلنا جوه الشارع دايما. بس مش يعني مش متسفلت كويس ده. جايين اصلا المدخل عشان نشتغل. مش ده بتاع جولدن يارد بتاع مارسيليا بتاع شركة مارسيليا. مصر ايطاليا كانوا العمارات عندهم اللي انا قلت لحضرتك عليه سعر المتر كان بيبدأ من 9000 من سنتين. حاليا المتر بقى عندهم من 15 ل 19. زفان من المشاريع اللي هي بدأت متأخر شوية يعني بدأ يطرح المشروع بتاعه متأخر. المشروع بتاعه اتطرح في مارس الشهر اللي فات السنة السنة دي يعني. اللي احنا اتكلمنا يعني ده يعتبر محور مركزي الطريق اللي هو بيودي للزفان وكل المشاريع اللي احنا شفناها. Thank you.
كملنا بقى في اتجاه اليمين دوت هنطلع على محور محمد بن زايد وقصادنا بقى الارض بتاعه طلعت مصطفى بالكامل يعني اللي هي السريع. احنا بقى عايزين نركب بس دي كلها الارض بتاعت سيليا. ممكن نطلع كده ممكن نطلع كده نطلع كده مش مدخل. طب خلاص يعني مفيش مشكلة. ده بص لسيادتك او من هناك كده هتبدا الحي الحكومي. المباني اللي هناك دي شايفها يعني من بعيد شويه بس يعني دي المنطقه الحكوميه بشكل عام كلها وزارات ومباني هناك مبنيه وكده واضحه شويه. طبعا هنا فندق الماسه قريب مننا برضو. بكره بقى نيجي نحاول الجزء بتاعت الأبراج الصينية اللي جانا عليها. Thank you.
هنطلع تاني يعني هنرجع تاني نرجع تاني؟ لا خلاص.